الأمير ويليام وكاثرين ميدلتون أصبحا اليوم زوجا وزوجة. حفل زفاف المهيب حضره ملوك ورؤساء دول وشخصيات من عالم الفن والثقافة والرياضة في كاتدرائية ويستمنستر أبي في لندن. وامتلأت شوارع لندن وساحتها بمعجبي ومتابعي أخبار العائلة المالكة البريطانية، كما غطته معظم قنوات العالم وقدر مشاهدوه بنحو ملياري شخص. كما وهب الأمير ويليام وزوجته كيت هدايا الزفاف إلى الجمعيات الخيرية. ووسط احتفالات الزفاف تزايدت مع وصول العروسين لحظات الترقب لرؤية فستان كيت ميدلتون في ظل انتشار تكهنات عديدة خلال الأيام الماضية حول شكله وتصميمه. في تلك اللحظة توجهت الأنظار بترقب واهتمام لرؤية فستان العروس كيت. هو من تصميم سارة بيرتون من دار أزياء ألكسندر ماكوين. الجزء العلوي منه مشكوك يدوياً بأشكال الورود بالدانتيل المصنوع من الحرير. باقي الفستان مصنوع من الستان الأبيض والعاجي، وذيله المطرز يبلغ طوله 2.70 متراً. وتم تطريز الفستان يدوياً في المعهد الملكي للتطريز في قصر هامبتون كورت، واستخدمت تقنيات صنع الدانتيل التي نشأت في أيرلندا قبل نحو قرنين. أرادت أن يحاك فستانها يدوياً لما يجسده ذلك من تقاليد ملكية عريقة في الحياكة بالإبر. اختيارها لهذا التصميم جاء ليعكس جمال الحرفية في دار الأزياء ألكسندر ماكوين، ويجمع بين الشكل التقليدي والحديث في الوقت نفسه، مستوحى من التراث البريطاني الذي تتميز به تصميمات بيرتون. أما الزهور في يدها فكانت قطعا من الدانتيل مصممة من الحرير والتل لإضفاء شكل فريد للفستان. علا مطيرة، العربية.